صباح الخير يا علي. صباح الخير يا علي. ايه ده؟ سلام قولا من رب الرحيم. انت عامله كده ليه يا انجي؟ بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا. عمر نام. فضل مصحيني طول الليل. وطبعا انت ولا انت هنا، شخيرك جايب اخر الشارع. ولما قلت خلاص مفيش فايده انا هقوم بقى مفيش نوم، اداني زومبا هو ونام. وانت شكله متعب، هيطلع لمين يعني؟ لو طلع لي يبقى برنس. يا خبر ابيض يا علي، بص ده لو طلع لك بص الدنيا ممكن تولع. تقصدي ايه؟ لا هتولع من الحراره، من الحلاوه. ايه ده؟ مامي بص الحته بقت عامله ازاي؟ فاتت ايه بس يا صالي وانا شايفه قدامي؟ يا مامي اهي اهي اهي. ما انا عارفه. صحيح يا علي الحيطه دي بقى شكلها وحش قوي، لازم نعملها بقى. خلاص يبقى محتاجين نقاش، وبالمره نجدد الشقه كلها. نقاش انت تاني يا علي؟ انت نسيت اخر مره جبنا فيها نقاشين عملوا فينا ايه؟ ايوه يا مامي دي كانت بهدله قوي. وكمان قبل ما نكبر الريسبشن وناخد جزء من الشقه اللي جنبنا. مش انت اللي كنت جايبه النقاش ده يا انجي؟ لا يا علي مش انا اللي كنت جايبه النقاش، دي كانت كاميليا. وبعدين بصراحه انا لو استنيتك تعمل اي حاجه مفيش اي حاجه في البيت ده هتتك. انجي في حاجه؟ مفيش حاجه هتتعمل لو انت ما جبتش النقاشين. مفيش حاجه هتتعمل يا علي. بصراحه انا فضلت دايخه على النقاشين دوخت والله العظيم. ايوه جايه. صباح الخير يا استاذه. صباح النور، اي خدمه؟ محسوبك سعيد بازوكا نقاش، بنتعرف مدام كاميليا. اهلا وسهلا. اهلا بريحه الحبايب. معلش ما تاخذنيش، الدنيا مدربكه عندي خالص وبهدلت مع العمال. اتفضل يا اسطى. حضرتك قلت لي اسمك ايه تاني؟ سعيد بازوكا. اتفضل يا اسطى. باروكا. بازوكا يا مدام، بازوكا. لو تحب امشي واجي وقت تاني عادي يعني. لا تمشي ايه؟ معقوله؟ ده احنا ما صدقنا. معقوله اللي زي حضرتك انقرضوا من زمان يعني جاي بدري وعايز تشتغل؟ اتفضل يا اسطى باروكا اتفضل. بازوكا يا مدام. ما تاخذنيش معلش، انا اسفه قوي. انا اسفه. ما شاء الله انتوا كمان بتجيبوا طلبات الشغل معاكم. امال يا مدام، انا احب اريح الزبون. انا استفاد ايه يعني لما كل شويه ابعتك تشتري لي حاجه من الشارع؟ لا طبعا مش هتستفاد اي حاجه. وبعدين عايزه اقول لك انا اتبهدلت الفتره اللي فاتت، رايح جاي مشاوير، مش عايزه اقول لك ايش، جبس ابيض وجبس اسود وغيره ورله وفرشه، اتبهدلت. بس انتوا جمال قوي، جمال خالص. ربنا يكفيك شر المرض ده، انت اللي زي القمر. بتقول حاجة يا اسطى باروكا؟ لا ده أنا بكلم الواد تربو. تربو؟ ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعل اسمه على مسمى يا رب. أنت مش قلت مش هتعاكسني تاني يا اسطى؟ يا ده اسكت دلوقتي. هو بيرد على حضرتك مع الجملة اللي قلتها قبل كده، هو تعبان ولا حاجة؟ لا هو بس مأخر 6 ثواني، فهمه بطيء شوية. جات لك 6 ثواني؟ بسيطة، ده في ناس عندها جات لك 6 شهور. جات لك؟ مع اني مش فاهمها بس. طيب حضرتك هتحتاج أي حاجة تانية يا اسطى باروكا؟ باروكا إيه بقى؟ بازوكا يا مدام، بازوكا. على فكرة الفرق بينهم هما الاتنين هي نقطة بس، تحط على الري هتبقى بازوكا. صح. عشان احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لا ما تأخذنيش والله معلش. بسم الله ما شاء الله عليك، مثقف كمان. طيب مش هتحتاج أي حاجة تانية مني؟ أولا العفش ده كله لازم يخرج بره. تسلميني نضيف أسلمك نضيف. ماشي يا معلم. والتسليم هيبقى فين إن شاء الله؟ النهاردة إن شاء الله بالليل. تتكلم بجد؟ هتسلمني النهارده؟ يا مدام عيب، بازوكا كلمته واحده، مدام قلت لك النهارده يبقى النهارده. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، بازوكا وتربو، انا متفائله.
معلش مؤخر ست ثواني. معلش يا سمير اصبر شويه يا حبيبي. ايه اصبر على ايه؟ احنا كملنا احنا. معلش. صباح الخير. صباح الخير يا بشوية. على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه بس كان لازم انت تاخدي رايي وقوليلي بدل ما تتصرفي لوحدك. معلش يا سمورتي حبيبي انت عارف برضو جيران لبعضها، وبعدين ده علي وانجي. ايوه علي وانجي، بس يعني الموضوع ده هيطول. لا لا ان شاء الله. المهم يا حبيبي تصبر كده ونستحملهم شويه. صباح الخير يا جوجو. صباح. انا هنا انا هنا يا حبيبتي انا هنا انا هنا يا حبيبي. ازيك يا سموره؟ ايه وش القمر اللي على الصبح ده؟ صباح الفل. صباح النور. نفسك اللي شايله ظهرك يا ماما وظروف. هعمل ايه بس يا سموره؟ مفيش حد يساعدك. طب فين جوزك؟ جوزي جوزي في الشغل ولا على دماغه خالص، بس انا عايزه اخلص بصراحه. اهلا فيك وشر القاعدين. اهلا يا مغاوري. اتفضل اتفضل. قبل ما نشيلك يا دكتور سمير. ايه نشيلك؟ نشيلك انت واهلك. قصدي نشيلك العفش ونودب لك الشقه يا دكتور. اه الملافس حلوه. اتفضل خش. اروح فين؟ في الاخر. في الاخر بتزعق ليه؟ ايه ده؟ صايب انجيل ده مو. يلا يلا يلا. خدوا خدوا وشيلوا خدوا وشيلوا خدوا وشيلوا. سامعاك يا مغاوري ما تبرطمش. ما صايب انجيل ده مو. ايه دي؟ ننكد عليكم. وسع. لا ينكد عليك انت. مين اللي مزعل اهلك؟ انا مش فاهمه. بلاش نزعله. معلش بيساعدني بيساعدني. طب يا حبيبتي اشيلك انا؟ لا يا حبيبي كتر خيرك اشيلها. خايفه قوي. خايفه خايفه على العفش ان هو يتبهدل بصراحه. معلش قولي بس احط فين. والله معلش احط فين بس احسن. انا مش شايفه حاجه. انا اسفه قوي يا جوجو والله العظيم اسفه. انا مش قصدي اكسر لك الفازه والله. لا 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 ولا يهمك. ودي اصلا مش فازه، دي انبوبه التحليل بتاعت سمير. واللي جابها هنا؟ ما اصل انا مستنيه الراجل بتاع المختبر. دخلت الحمام امبارح ما لقيتهاش، غرقت الحمام. ده كلام؟ لا. طب هي كانت مليانه؟ يا ايه طول الليل. انا اسفه ضيعت مجهودك. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ساحة شعبية بتلعب باسكت عمال تحدفها كده. في ايه؟ معلش. في ايه؟ انا عايز افهم. معلش. يعني معلش معلش. ايه بتبصلي كده ليه؟ بالراحة. انا عايز افهم بتبصلي كده ليه؟ ارمي بس بالراحة. يا خبر ابيض. اتفضل يا اسطى. تسلم ايديكي. فطار انتركونتيننتال زي ما حضرتك طلبت، ومعاه 2 شاي في الخمسينة بألف هنا وشفا. تسلم ايديك. الله يخليك. انا عارفة ان انا تعبتك معايا ونقلنا العفش وضعوا ساعتين تلاتة كده. هو حضرتك لسه عند كلمتك وحتسلمني الشقة النهاردة؟ مدام بازوكا قالك النهاردة يبقى النهاردة. مش عارفة ليه حاسة انه حاجة مستحيلة، بس مش عارفة اقولك ايه. الحقيقة حضرتك فينومينا. فين؟ لا 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 مش في حتة، يعني حضرتك مش عارفة أقول لك إزاي، يعني حضرتك خارج الصندوق out of the box. يعني بص يا أسطى بازوكا أنت ما حصلتش. وأنت كمان ما حصلتش خالص. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يبارك لك يا رب. إيه ده؟ لا لا ده ما بيتاكلش يا بابا. في أكل أهو. الأكل جه. معلش فاتح شاية بس بيفتح شايته كده. اه لا اذا كان كده بألف هنا وشفا. عندي شوية نشارة خشب جوه اجيبهم؟ لا خليهم على الغدا. اه لا حاضر من عناية. بألف هنا وشفا سيبكم براحتكم. اتفضل. شايف الحريم يا ده تربو؟ مش التوك توك اللي انا قاليها في البيت. واحنا مش هنركب تكاتك يا اسطى؟ افطر بقى. ماشي. كنت ايه؟ كنت مامته. مامته؟ خد كل جبنه روما. ايه ما كلتهاش امك؟ يعني امك اللي كلتها. خيار وطماطم جبنه ناقص ياكلوني. ايوه حاضر جايه. اهلا يا اسطى بازوكا. تعالى اتفضل. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بقول لك ايه يا اسطى بازوكا، انا زعلانه منك جدا. امبارح انت قلت لي ان انت هتخلص الشقه وهتسلمها لي بالليل وما حصلش. معلش يا مدام. لا الشقه فيها شويه شغل ولا عايزينها تلصق؟ هتلصق؟ لا 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 ارجوك الا التلصقه. ما تلصقش خلاص، يبقى تسيبيني براحتي بقى.
طيب ماشي، خد راحتك بس ما تاخدهاش قوي يعني. يعني خد راحتك بس قول لي اديني ميعاد هتسلمني فيه الشقه. النهارده بالليل ان شاء الله. النهارده بالليل؟ اكيد. عيب يا مدام، بازوكا كلمته واحده. ما انا فاكره امبارح برضو كان كلمتك واحده. ما بلاش نتكلم في الماضي يا مدام. صح صح، الماضي كله جراح. بس بعدين انا مش بكلمك في حاجه يعني، من سنه ده لسه امبارح، ما لحقش يبقى في بينا ماضي. ما تقلقيش، هنفطر ونشتغل على طول. ما انا عامله حسابي محضره لكم الفطار وكله تمام، كله بالف هنا وشفا. ايه عايز حمام؟ كنت منتم. الفطار كنت منتم. تقلقش. طيب استاذنك بقى يا استاذ بازوكا، ويا ريت ارجع من الشغل الاقيكم خلصتوني. اتفضلي انت يا مدام. سلام عليكم. ربنا يخبز لك العيش. ده قاعده تربو. المطبخ ده فيه اكل عمري ما شفته قبل كده. انا اول مره ادخل مطبخ اصلا. يا انجي فين؟ يا انجي! انجي! مش قلت لها تستناني الولية دي؟ كل مره هنروح بعربيتين. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا؟ ما تيجي تاكل معانا يا اساس، اعمل لك سندوتش. كل ده اكل؟ استنى بقى في اللغة. بص يا اسطى الشرط نور، انا نفسي لو اتسدد والله العظيم ما واقف ولا هشتغل. عاجبك كده يا استاذ؟ اهو بطنه غضبت اهو، فيها 6 ساعات دي عقبال ما نشتغل تاني. لا 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 لا، وعلى ايه؟ انا اسف، حقك عليا يا استاذ تربة. كل براحتك، كل زي ما انت عايز. كل بس اهم حاجه تخلصوا لنا الشغل النهارده. النهارده. تقلقش يا بشويه، بازوكا قال كلمته خلاص. لا وانا واثق ان مالكش كلمه، قصدي واثق ان كلمتك واحده. ربنا يستر. كل على كده. الشقه دي تخلص قد ايه يا اسطى؟ النهارده باذن الله. ساده يا اسطى ساده. كاميليا، انتي متأكدة ان الراجل ده ملتزم في مواعيده لحسن انا استويت؟ يا بنت اطمني خالص، ده انا مجرباه بنفسي قبل كده كذا مرة. بازوكا ده كلمته واحدة. لعلمك بقى، الصنايعي اللي كلمته واحدة ما بيبقاش صنايعي شاطر. عندك حق، عندك هو ايه اللي عندك حق؟ هو انتي لسه قايلة كلام عكسي ده؟ انتي دايسة في أي حاجة يا كاميليا؟ عرف ده مين اللي بيتصل على الصبح راقصة؟ خلاص بقيت متوترة مش قادرة. ده بازوكا، ربنا يستر ربنا يستر. ايوه يا استا بازوكا. صباح الفل، ايه الاخبار؟ عايز طلبات؟ حاضر من عينيا. سلمي عليه. بازوكا، الاستاذه كاميليا بتسلم عليك. كاميليا مين؟ كاميليا ما تعرفهاش؟ لا بعدين بقى بقول لك. طيب قول لي طلباتك. بستله زيت، ايوه، 2 رولة كبيرة جديدة، حاضر، 10 فرش جميع المقاسات. حاضر من عينيا. ليه؟ لا طب حاضر حاضر. وايه تاني؟ هو انت مش كنت قلت لي ان انت جايب كل الحاجات دي معاك الصبح؟ محتاجها في الفينش. ما شاء الله، ده حالا حالا هتبقى عندك من عينيا الاثنين. لا هتصرف هتصرف وابعتهم لك. حاضر حاضر، مع الف سلامة، مع السلامة. محتاجهم في الفينش يا رب يا مسهل. لعلمك بقى يا انجي، الصنايعي ده محترم وشكله كده مش عايز يكروت، وبعدين طالب الحاجة على القد، مش عايز يكلفك يا انجي. انت مفيش شخصية خالص، كان من شوية معرفش مش عارف. ما علينا، يا ترى مين هبعته المشوار ده؟ مين الحلو الأمور؟ تفتكري مين يا كوكي؟ يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين يا ترى؟ استاذن انا عشان في موضوع بكمله، هينزل صفحة أولى بكرة. بقولك إيه؟ إيه؟ لو مشيت وسبتني أنت هتنزل بكرة بس في صفحة الحوادث. والنبي عشان خاطري ربنا يخليك. أنت ما عندكش إخوات بنات؟ معلش معلش، ده آخر مشوار هبعتك فيه عشان خاطري والنبي. يعني يرضيك يا أنت تسيب شغلي؟ يرضيني، يعني انت ما بتشتغلش اصلا، ما بتشتغلش. خد بقى خد 2 فلوس
ادي الطلبات ويلا اتكل على الله. طب اقول لك ايه؟ اذا الاستاذ جميل سال عليا بيغطيني بقى. ها انا ماليش دعوه. عيب. كانك موجود بالظبط. قصدي كانك مرفوض بالظبط. الاثنين واحد. ماشي. لا استنى ميرسي قوي على الهديه. انا عارفه انها هديه البيت الجديد. ميرسي قوي يا سامح. شكرا. ادي اخره الصحافه. طب تغلط في صاحبه الجلاله؟ ايها الاقرع. سمورتي. ايوه حبيبتي. معلش سمورتي حبيبي. بعدي المطبات وجاي لك. طب حاول. تعالى تعالى حبيبي. انا الحقيقه عايزه اوصل لك بس مش عارفه اوصل ازاي. هنوصل يا حبيبتي ربنا كبير. تعالى حبيبي تعالى. تعالى. حضرت لك الفطار. ميرسي يا حبيبتي. انا كان نفسي اسكن في العشوائيات اخيرا سكنت في العشوائيات. لا انت عارفه انا حاسه ايه؟ ان انا وانت بنتقابل بين الاطلال. يا ريت. احنا انا وانت بنتقابل في الخرابه دلوقتي. خد يا حبيبي خد. يروح افتح بقك. يلا افتح بقك. افتح. ايوه كده خد. ميرسي. عايز ابعت لك جواب شكرا. انت ساكنه فين؟ في المطبخ. خد يا حبيبي خد. يا جمال. اخبار اوضه النوم ايه؟ فكرنيش. مش عارفه اوصل لها ابدا. ومنيت حياتي انام على سرير تاني وحط مخدتي كده وانام عليها وانت جنبي. جنبك فين؟ تاني جنبك. انت بتحلمي. ادي صاحبتك. مش اصحابك دول منهم لله. معلش يا حبيبي ما انت عارف دول انجي وعلي. طز في انجي وطز في علي. ما دام احنا مبسوطين خلاص. ده اكن قام زلزال في البيت. يا مهون هون هون. يا مهون هون هون. يا مهون هون على طول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقولك سلامات. هون يا ولا اسكت بقى. ما طفحناش اللقمه اللي كليناها. جراسه بزوكا بسله. وبعد ايه رايك بقى؟ كويس بس انشف على الحيطه شويه. انشف على الحيطه شويه. انشف ازاي يعني؟ هيدها يعني. استرجل على الحيطه خليها تطرى في ايديك يا اسطى. انت بتكلمنا على الحيطه ولا بتكلمنا على واحده ست يا اسطى؟ مفيش فرق. الحيطه زي الست. اذا ما كنتش تنشف عليها وتوريها العين الحمراء هتطلع عينيك. طب لو ما وريتهاش العين الحمراء ينفع اوريها العين السخنه؟ لا انت بتهزر اهو. تعال قرب. ايه خد. افتح بقك. افتح بقي ليه؟ خد دي حطها تحت لسانك واطلب لك. لا خد بقين شاي. لا استنى برشامة. انا مش عيان يا اسطى. خد ده بس عشان تصلب طولك. لا انا ما اخدش حاجه الا باذن الدكتور بتاعي. خلاص اوعى. خد مش وش نعمه. خد انا. يا مهون هون هون. يا مهون هون هون. سامح انت بتعمل ايه؟ عندك متشعلق فوق بتعمل ايه؟ بسنفر. بت ايه يا اخويا؟ بسنفر الحيطه. الاستاذ بازوكا قال لي كده. في ايه يا اسطى بازوكا؟ في ايه؟ انت ازاي تستغل الاستاذ سامح الزميل المحترم اسوأ استغلال كده؟ استغلال ايه؟ ده كان خارع في الاول انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله يقدر يخلص لك الشقه النهارده. يا شيخ والنبي انت كمان. وبعدين انا مش فاهمه فين الواد بتاعك تربو ده راح فين؟ تربو اتصلوا بيه قالوا له ان امه بتولد فجري راح يشقر عليها. زمانه جاي. تربو عنده ماما لسه بتحمل وبتولد. دول اكيد قشروه من عليها. لا يبقى انت ما شفتيش ام تربو بقى. دي زي الستات الحته كلها. دي ملك الجمال الحاره. مس حاره. مين بقى اللي بيجيب في سيره ماما؟ لو انما بقى انا. ايه يا استاذه؟ هو بصراحه بقى أسطى بازوكا هو اللي كان بيجيب سيرة مامتك. بيقول إن هي ست حلوة قوي وإنها very stylish وإنها مزة وإنها بتوقف الحارة على رجل وإن هو عينه وينها. في يا أسطى بازوكا؟ وأنا مش قلت لك 100 مرة إن ماما مخطوبة؟ هو أنا كل اللي قلته لك ده ما هزكش خالص. بس ما شاء الله ماما مخطوبة وبتولد together. أنت كنت فين يا ده كله؟ كنت في وإيه اللي في إيدك ده؟ ده الغيرة. غيرة ايه؟
هنعمل ايه بالغيره؟ ياد ياد دي سبوبه نقاشه مش نجاره. فوق بقى افهم اللي بقول لك عليه. ايوه صح. طيب يا اسطى ما دي شغلانات كلها دخلت في رايح فين؟ الحمام. يلا شوف شغلك انت كمان واترفع بلدك يا غريب. الشاي يا اسطى، قصدي يا سامح، انا اسفه والله بهدلتك معايا النهارده. لا انا مش هقدر اشرب الشاي انجي، انا هروح عشان عندي شويه حاجات عايز اعملها، ده غير المقال اللي لسه ما كملتوش، ده كده جميل هينفخني ما تلطمش على وشك، مش هينفخك ولا حاجه، انا قلت الكاميليا وهي اللي هتكملهولك وجمالها لزر المطبعه. يا لهوي يا انجي يا لهوي. كاميليا تانيه انجي، انت كده قلقتيني، انا همشي يا انجي بقى. والله لعلمك كاميليا اتطورت يا سامح، بقت فله. اتفضلوا الشاي، بس على الله نخلص النهارده. في هوت شوكليت؟ في ايه يا اخويا؟ هوت شوكليت؟ لا للاسف مفيش. معلش اصله نفسه في ايه؟ حاضر ابقى اجيب له. كسري نفسك. الله ينور يا رجاله. عليك يا بشويه. ممكن اسال سؤال؟ اسال. هو انتوا ليه مش بتغنوا زي الافلام؟ هيلا هيلا وصلوا على النبي. ايه ده اللي بتاعت طائفة المعمار، وبعدين دي بتاعت الافلام الابيض والاسود، انت قديم قوي. طب انت عايز الجديد؟ اه يا سيدي، فين الجديد بتاعك؟ الجديد. يلا. وما فيش صاحب بينصاحب، ما فيش راجل بهراجي، هنتعامل ونتعامل، طلع سلاحك متكامل، هنعوض. امشي خلي هدومك على الطاولة، امشي بلاقي لك تحتك وضلع. نعمة التربية يا استاذ علي والله. ما انتوا لو بتشتغلوا بنفس ذمة الدلع دي كانت البلد عمرت. هتخلص امتى؟ النهارده. ان شاء الله. ليكوا زي العسل. ليلتك فل. واحد بعد الاكله دي ياد يا تربو مش قادر يتنفس والله. انا الاكل طبق على مراوحي، انا مش هقدر اخلص النهارده يا اسطى. لو مين قال لك ان احنا هنخلص؟ الناس طيبين، مش هنلاقي زيهم ابدا. حد يلاقي دلع وما يدلعش ياد. الحقوني. ايه ده؟ في ايه؟ اختصرتوها يا ولاد الكلب. اختصف ايه؟ احنا بتوع شغل وبس. جاي لي كلب امك. انا لزعتي يا علي، لزعتي. لسه بهاب لزعتي ازاي؟ مش عارفه، في حاجه بتلزع على قاعده التواليت، شكله غيره يا علي، غيره. لزعتي بغيره؟ ما انت طول عمرك لزعلي بغيره. الله يسامحك يا علي. هو ده يا علي الواد ده كان معاك انت في غيره؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ كله منك يا غبي يا ابن الغبيه. علي شيل الملايه دي، مش عارفين نشوف. تشوف ايه يالا؟ نشوف هنشيل القعده من مؤاخذه المدام ازاي؟ والله العظيم عنده حق، ما تشيل الملايه يا استاذ علي. هو انت ايه اللي جابك يا بغاوري انت كمان؟ اخرس يا بغاوري اخرس. علي اوعى تسمع كلامهم يا علي، دول بيستدرجوك. هنتفضح يا علي، هنتفضح. اسكتي دلوقتي لما افك الهباب ده الاول. حاضر. عندي فكره يا استاذ علي. احنا لمؤاخذه هنشيل برضه الملايه، وهنجيب القطر ونسلك ما بين المدام والقعده. لا قطر، لا لا يا علي قطر، لا ما تسمعش كلامه يا علي، اتصرف. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ امشي على التوامر، امشي على التوامر، امشي. خلاص يا انجي فكيت مصابير القعده، قومي يا فرحتي. يا علي فكيت مصابير القعده؟ طب القعده هتفضل لازقه فيا كده ولا ايه؟ وانا اعمل لك ايه؟ استني ماي سوري، هما لسه برا؟ لا يا بابا. تعالي يا حبيبي، تعالي يا حبيبي، تعالي. الله يخرب بيتك، تعالي يا فتحاني. يلا يا حبيبي، يلا يا غزوقه.
يلا يا ابو غيره. بس بقى يا علي بس. يلا يا علي فكني. فكني بقى بسرعه. علي. يلا يا علي. 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 يا جزمه. يا زباله. خلاص يا ريس حرامك. حرمت يا ريس. خلاص يا اسطى بازوكا. خلاص يا علي هيموت في ايدك حصل خير. ما حصلش خير خليه يموت. اهدى يا علي اهدى شويه. احنا عندنا مشكله اكبر دلوقتي. ما عندناش حمام يعني لازم نشوف سباك. ومحتاجين سباك ليه؟ ما هو الوسط اهو والوسط كان سباك اصلا. انت كنت سباك؟ امال ايه علاقتك بالنقاشه؟ اصل ابتديتها من تحت يا مدام. اه يبقى اللي اتكسر حاجه بقى يصلحها. النبي يا عم خلاص خلاص ما تقلقوش. النهارده هيكون متصلح الحمام. النهارده انت تاني لعبه. ما تقلقيش على بالليل هتكون المايه بتجري في المواسير. يا سلام. بس الاجره هتزيد سنه. سنه ولا درس المهم نخلص ويتصلح. انت بتضايق المامي بتاعتي. يو كان سي مي. فلة يا قلب امك من كتر الهب ومش شمالك اي ريحه. طب بقول لك ايه يا حبيبي، روح دلوقتي على اوضتك غير هدومك لحد ما اشوف هتصرف ازاي. روح. لا لا صل على النبي. 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 كمان برغيت. الله يخرب الله يخرب بيتك. مغلق للتحسينات؟ يعني ايه؟ بلاش نخش الحمام؟ مش هينفع يا استاذ علي، مش قبل 24 ساعة. نعم. وكلمة زيادة ممكن يبقى أكتر، لازم الأسمنت يشك. يشك؟ ده أنا اللي ابتديت أشك فيك، كل يوم تقولي بازوكا كلمات واحدة، هسلمك النهاردة، والحمام على بالليل المية هتجري في المواسير، مش كده؟ لا، أنت متخصص عطلة وبس. أنت حد مسلطك علينا. لازم الاسمنت يشك. كك شكه في قلبك. ايه ده من قلبكوا قوي الجمله دي. اخرس. بقول لك ايه يا علي، هنعمل ايه؟ انت حمام حمام. انا عارف يا اختي. بقول لك ايه، مفيش بقى غير ان احنا نروح لطنط سمير وانكل رجاء، هما الوحيدين اللي هيشيلونا في الازمه المهببه دي. طبعا وبالذات طنط سمير. اه مجار والد برضو. اخرس. ايه مش والد؟ لا. هلو. ماما صح فتحنا بدري شوية لأن كنا سهرانين في السلم من امبارح. ادخلي يا حبيبتي ادخلي، اعتبريها شقتك بالظبط. ميرسي يا جوجو، في الحقيقة أنا جايبة لكم معايا زيارة خفيفة كده. سولي سول. ايوه. تعالى يا حبيبي. نعم. معلش يا جوجو، انت عارفه ظروف الحمام عندنا وكده، ولولا والله ان سولي ريحته طلعت ما كنتش جبته ابدا. هياخد حمام في السريع. ها سولي حبيبي، انت ها جايب كل حاجه معاك، ليفتك شاور جلك شامبوهك، ها كل حاجه. اوعى تاخد حاجه من حمام طنط رجاء. ها اوعى. اوكي. حمام طنط رجاء، حمام انكل سمير، اطمني هيتبهدل يعني هيتبهدل. ولد بالاماره، هو حمامك فين؟ كان معلش سولي بيهزر مجرم. والله انا ما عارفه اقول لكم ايه، ومش عارفه اودي وشي منكم فين. سمير انا مش قادر حموت، الحمام عندي بايظ والعمال مبهدلين الدنيا زي ما انت عارف. بعد اذنك مناديل. ها هو في حد في الحمام جوه؟ ايوه ابنك جوه. يلا يا سولي. يلا يا سولي. اجري قبل ما تعملها في السكه. والله انا ما عارفه اقول ايه، مش عارفه اودي وشي منكم فين. بس انتوا عارفين حاجه؟ يعني لو نقلتوا القعده دي قدام التواليت مش عايزه اقول لك مكسب ايه، انت بالتيكت وجوجو بالورق التواليت. بص خدها مني، هتقفل العياده. طب انا مضطره. ها اكسكيوز مي. وفي ايه؟ وانت قلبتها مراحيض عامه ولا ايه؟ مدام هنكسب خلاص
فتاح يا عليم. يا رزاق يا كريم، اهلا يا اسطى بازوكا. ها هتخلصني النهارده ولا لا؟ طبعا يا مدام. كلام رجاله؟ عيب يا استاذه. بازوكا كلمته واحده، طالما قلت هخلص النهارده يبقى هخلص النهارده. انا بقى زهقت من الاسطوانه المشروخه دي، بقالك اكتر من شهر بتقولي كده انا تعبت. ايه مدام انا تعبان وعيان. يا سلام، وجاي لحد هنا علشان تقولي انك مش هتشتغل، كتر خيرك. لا لا مش هشتغل ازاي، ده انا جاي مخصوص عشان اخلص لك الشقه واسلمها لك النهارده. لما خلصتها وانت بصحتك هتخلصها وانت عيان؟ تلاقيك جاي تفطر. على الله تصدق المره دي يا اسطى بازوك. الفطار جاهز. الكونتيننتال. الكونتيننتال مستنيك جوه. في فول وطعميه، اتفضل. مفيش شويه فيتامينات؟ اه ده انت ناقص تقولي ايدك حنينه قوي. تخش يا اسطى بازوكا. ملعون ابو التوضيب على اللي بيوضبه على اللي عايزيني. انا تعبت خلاص بقى، مش كده حرام؟ انا تعبت. وحطي اكل ايدي وشيلي اكل ايدي، وحطي شاي ايدي وشيلي شاي ايدي. انا تعبت، انا اتبهدلت، انا خلاص مش قادره خلاص. بازوكا ومعرفش تربت التين، تعبت. انا عايزك تهدي خالص خالص. النهارده الجمعه، النهارده يوم اجازتنا، يوم الوحيد اللي بنتقابل فيه مع بعض. وبعدين ده جاي على شوق. في ايه يا علي؟ وانا في ايه ولا في ايه؟ ده هو ده وقته. وبعدين يا حبيبتي انا بقولك انها جاي على شوقه. وبعدين شويه البويه اللي في البيت دولت حركوا مشاعري. بس انا ريحه التينر اللي في البيت مشاعري خالص. تعالي بقى اولع لك مشاعرك. بس بقى يعني بس. تعالي بس يا انشي، تعالي بس سيبني. عيب يا علي. يا علي ما انا هقول لك. ده بره يا علي. ما انا هقول لك. ما انا طب بالراحه يا علي. ما انا هقول لك. في ايه يا علي؟ لا ما فيش حاجه. طلع فيه. يلا خرب بيتك، انتوا بتعملوا ايه؟ الوسطى بتاع عيان بره، انتوا بتعملوا ايه؟ اهو الوسطى بيموت اهو الحمد لله. الف سلامة عليك يا عم بازوكا. ايه بازوكا مالك فيه ايه؟ تعبان تعبان قوي، بس ما تقلقوش هسلمكوا الشقة النهاردة. يا شيخ اتنيل، اللي ما صدقت وانت بصحتك هتصدق وانت بفستك كده. بازوكا كلمته واحدة. يا اختي ابوس ايدك ابوس ايدك، بلاش الكلمة دي، انا اتشقمت. وادي تربو. ايوه يا اسطى حبيبي. يا سلام، ايه السرعة في الأداء دي من امتى؟ انا عارف الشفرة بتاعته. ولا ايوه يا اسطى، عايزك تروح تجيب لي مسبانخ وتيجي جري. فريرة فريرة يا اسطى. ودي سبانخ وانت عيان كده؟ ما نسلولك فرخه بلدي احسن. فراخ ايه بس يا بشويه؟ ام سبانخ دي مراتي، وسبانخ ده يبقى ابني الكبير، وعايز اشوفه عايز اشوفه. علي انا خايف الراجل يموت هنا ويلبسنا مصيبه. ما احنا لبسناها خلاص. طب تحب نوديك مستشفى؟ لا عالجوني هنا يا اختي. انا قلت هخلص الشغل النهارده، انا هخلص النهارده. ظهري 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 يا اخويا. اسند طولك الاول بدل ما تتفزلك قوي كده. الا بالحق، انتوا قاعدين في البيت ليه النهارده؟ اجازه. اجازه؟ اه يبقى ايد على ايد تساعد بقى، تساعدوني النهارده في الشغل عشان نخلص الشقه. تصدق انت جبت لي احباط. هم دول يومين ويمشوا عشان جيراننا نستحملهم بالشكل ده. اتفضلي، عاجبك البهدله اللي احنا فيها دي؟ طب اعمل ايه بس يا سموتي؟ ما كنتش عارفه ان الموضوع هيطول بالطريقه دي. طول بالطريقه دي؟ انا حاسه اني قاعد في سوق المناصره. منك لله منك لله يا رغاء. اقصى عليك، بتدعي علي يا سمير. زعلان زعلان عشان بدعي عليكي؟ او مش زعلان على البهدله اللي احنا فيها دي؟ خلاص خلاص يا سمير بقى، بكره الصبح ان شاء الله
حرمان بعشوهم بره. ما حدش هيستنى للصبح دلوقتي، دلوقتي أنا هقوم ولازم يمشوا، وكلمتي ما تنزلش الأرض، لما أقول يمشوا دلوقتي يبقى يمشوا دلوقتي. سمير خلاص، المرة دي بس اللي هتنزل، إنما بعد كده هيمشوا. الدنيا زي البرج يوم تحت وفوق، في خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش ذوق، في خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش ذوق، وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق. لا 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 يا مدام، ده كده الحيطة تسيخ. ما شاء الله عليك يا معلم في النظر بازوكا. طب ما كملتش علامك ليه؟ لعلمك بقى انا طول عمري اكاديمي. طب ضربه في اكاديمك. يلا اعملوا لكم يمه شويه، عايزين نقطع فرط الشقه دي النهارده. الهي يا رب يقطعوا فرطك يا بعيد ما تتلم. حاضر حاضر يا معلم، معلش ما تاخذنيش، اصلي جديده في الشغلانه. بس يجي منك على فكره. وانا ايه رايك فيها يا بازوكا؟ يجي مني انا كمان؟ لا انت محتاج شويه تمارين. حاضر، هبقى اتمرن في اسمنت اسيوط. تعالى يا خالته ام سبانخ، اهو زي ما قلت لك جوزك بيموت. وكلها يوم ولا اتنين وهتورثي عيله بالبويا والفرش والمعجون، وهتبقى اللسطه بتاعتي. وكيف؟ معلش يا اخويا، مالك؟ مالك يا اخويا؟ مفيش حاجه يا ام سبانخ، شويه برد ودلوقتي بقيت احسن الحمد لله. طب طالما بقيت احسن ما تقوم تفز بقى، خلينا نخلص. في ايه يا اختي؟ مالك ما بالراحه على الراجل شويه يا اختي. ربنا يا اختك. وحضرتك بتكلميني انا؟ ايوه يا حبيبتي بكلمك انت، هو في حد تاني واقف قدامي غيرك؟ يا سلام. بقول لك يا سيدي الناس، اخش يا اخويا المطبخ اعمل لك فرخه كده اسلقها لك مع شويه خضار. عندك فراخ في البتاع دوت الثلاجه دي؟ اه يا حبيبتي، في فراخ ولحمه وسمك، كل اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي، المهم صحته. انا عايز اعرف بقى، احنا بعد ما نخلص ام اللي احنا بنعمله ده، الشقه دي هتخلص امتى؟ هتخلص النهارده ان شاء الله. باذن واحد. شوفوا بقى، سي بازوكا كلمته واحده، ما تنزلش الارض ابدا. وبعدين اقول لكم على حاجه، بس في سركم يعني، في سركم بره وبعيد بره وبعيد، انا جوزي بقى له 12 سنه بيشتغل الشغلانه دهيت، اشتغل في 4 شقق بسم الله ما شاء الله، كان بيخلصها على طول، كلمته واحده اصلا. 12 سنة في 4 شقق، يعني سبون أخد 3 سنين. خربت. احنا ليه نجيب صنايعية اصلا؟ نعم؟ ايوه مامي، في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، نقدر نطلع فيديو ونعرف ازاي نبيض البيت. فكرة حلوة قوي يا ولاد، ازاي كتايها عننا؟ طول عمركم اذكياء طالعين لماما، وعمر طالع لابوه. انا ممكن اوافق على اي حاجة الا ان يخش بيت اتنين زي بازوكا وتربو دول تاني. مين اللي بلاكي بيهم؟ كاميليا يا علي، قلت لك قبل كده كاميليا. مين اللي بيتكلم على الصبح ده؟
كاميليا دايما كده بتيجي على سيره النقاشين. ايوه يا كاميليا، بقول لك ايه، امسحي نمرتي. هاي يا سولي. سامي يا احمد، بس كده اهو انا طلعت فيديو ازاي ننقش وازاي نبيض. اهم حاجه نعرف ازاي ننقش. يا لهوي. تضحكوا على ايه؟ لا لا لا، دي مفاجاه. بص يا دي، وريني كده، وريني. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، سعيد بازوكا يحييكم ويقدم لكم مبادئ النقاشه. من اهم مبادئ النقاشه الفطار الكونتمنتم. تمام. بازوكا وتربو، ما شاء الله، طول عمري بقول انه كان شاطر قوي في النظري، شاطر قوي، برافو. هي فاكرين يا ولاد؟ فاكرين يا بابي. يلا، الدنيا زي المرجحة، يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. عمر هيصحى.